أعزائي مشاهدي ومتابعي وقراء اليوم السابع في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. محدثكم ماهر أبو نور من محافظة الوادي الجديد، ومع أول وأقدم سيدة تعمل في مهنة الحدادة، حدادة الباب والشباك. أستاذة سلوى، أيوة، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. قولي لنا حكاية الحدادة معاكي، وإزاي بتشتغلي مهنة صعبة كده؟ أنا اسمي سلوى عمر عبد العال، شغالة في الوادي الجديد الخارجة، شغالة مهنة اللحام دي بقالي دلوقتي 15 سنة. هي مهنة جميلة جدا على فكرة، اللي يحبها يحس إنها أنت جميلة. حضرتك درستك إيه؟ أنا درستي زراعة، أنا مهندسة زراعية أصلا. فما بس انا حبيت المهنه دي لاني انا اشتغلتها مع جوزي في البدايه علشان خاطر ما كانش لاقي عمال، فقلت له خلاص انا هشتغل معاك. هو كان رافض في البدايه، بس مع يعني مع الالحاح راح وافق، علمني كل حاجه الحمد لله. دلوقتي انا بعمل باب وبعمل شباك وبعمل لوحدي، يعني بعمل بيبان، بعمل شبابيك، كريت برضك نفس الرسمه، فبعمل بومبي، بعمل كل الاشكال يعني. تمام. بس طب قولي لنا، احكي لنا قصتك مع الحداده، بتشتغل ازاي؟ والمكان ده يعني دي ورشتك ولا احنا المكان مش مجهز؟ انا شايفه لا، دي ورشه انا مأجراها. انا كل يعني بص حضرتك، انا كل 3 اشهر او 4 اشهر اتنين من ورشه لورشه، من ورشه لورشه. ليه؟ الورشه بتتعرف لما انا اخشها، الناس بتعرفها، بيبتدوا بقى الناس تبتدي عايزه تشتريها، يروح صاحبها مطلعني وبيع الورشه على طول كده. دي لسه انا مأجراها، لسه جديد، بقالي ادي ده الشهر التاني اللي هي فيها. طب وحضرتك ورينا انت بتعملي ايه، يعني مراحل العمل في الحداده ايه، انت بتشتغلي ازاي؟ انا الاول بقطع البيبان العلب والم، ده بوابه كبيره عاملاها، بس دي ده جنب ودي جنب، بوابه كبيره انا عاملاها. بس فبنقطع الاول العلب ونبتدي نلمها، بنعمل لها الزاويه بتاعتها ونبتدي نلمها، وبعد كده بقى نقطعها بالشغل اللي حضرتك شايفه ده. الزاويه من جوه دي عايز باب مشاه، احنا بنعمل له باب مشاه. طبعا انا بقطع هنا احنا حطينا زاويه وابتدينا نشتغل في الباب بقى زي ما حضرتك شايف البوابه. طب احكي لنا قصه الورشه حضرتك، ليه انت مش المكان ده مش مجهز ليه، او ايه عندك مشكله؟ احنا اصلا مأجر المكان ده، انا من الناس بقالي شهرين اهو، ده الشهر التاني ليا. طبعا انا عم الناس دي يعني ايه، لا في عداد ولا في حاجه، بنروح نعمل ممارسه، مش الشهر الجاي ما فيش ممارسه، فهنبتدي عمالين نحاول عشان نركب عداد. طب على مدار 15 سنه ما قدرتيش تلاقي ورشه او لا؟ انا والله انا حاولت ان انا الاقي ورشه ما لقيتش، يعني رفضوا. انا كنت شغاله في التكوين المهني، بس بتوع التكوين المهني طلعوا، جوزي كان شغال هناك وانا كنت شغاله معاه، طلعوه قالوا لا سيده ما تشتغلش فيه، عيب يعني. وهنا برضك يعني في ناس كتير قوي تقول لك سيده ما تشتغلش، اشتغلي اي حاجه تاني غير المهنه دي، دي مهنه رجاله. بس فانا عارضه بيتي للبيع دلوقتي علشان اشتري لي ورشه، والله
البيت يعني الواحد ربنا اعلم الواحد دلوقتي لما بيلاقي بيبني سكن او يلاقي سكن بس انا عرضة للبيع اه عشان الاقي لي ورشه. تمام. طيب انت ما قدمتيش طلب مثلا او ايه المعوق انك محافظه ما تساعدكيش؟ الممارسه طبعا غاليه جدا ولو حد جه مر بتاع الكهرباء ممكن على حسب شغلنا يزيد الممارسه بس وانا هوري حضرتك دلوقتي انا هجلخ الباب ده ماشي. دي مرحله من مراحل تجهيز الشغل. دي مرحله تمام. ايه اللي بعد كده بيحصل؟ بتعمل ايه بعد كده؟ بعد كده بقى انا هشتغل شغل هنا بقى. لا اشتغل زي الشغل هناك ده. لا اشتغل ده محتاج ده عايز يعملوا مصبعات عاديه. المصبعات اللي هي دي. مصبعات عاديه وبعد كده برسم له اشكال في وسط المصبعات ده المصبع. ده باخده اقطعه وارسمه هنا. تمام. بس. طيب طبعا انا معلش انا بشتغل عشان خاطر بردك انا ليا عليك. حضرتك ايه مشكلتك الصحيه؟ انا بتعالج طبعا انا بتعالج من الكلى فطبعا انا معلش هم قالوا لي ان الشغلانه دي مش شغلانه ست معلش. طب انا هروح امد ايديا يعني واقول انا عايزه يا حكومه على نفقه الدوله ولا اشتغل واجيب لي نفسي اذا كان فيا صحه الحمد لله. انا عيانه بس الحمد لله طالما واقفه على رجلي واقدر اشيل نفسي اشيل نفسي. العلاج اللي نفقه الدوله ده للناس المسنين الناس اللي هي معلش مش اللي تعبانه خالص مش قادره تقف على حيلها بس انا مش يعني مش الناس المستحقه لنفقه الدوله بس. وانا قلت ان انا عرضت بيتي للبيع عشان اجيب ورشه مش قادره اعمل حاجه بس طبعا انا هقطع دلوقتي المصبعات دي علشان ارصها هناك. منظر ايد واحده ست اقول لهم معلش الايد دي انا عند ربنا اشرف من ان انا مدي ايدي لله. بس تمام. دلوقتي انا هثبته هنا بس طبعا انا بقطعه كله مره واحده علشان يبقى ايه التثبيت بيبقى بالعدد. انا بقطعه كله بقى مره واحده واثبته بس. طب الرسالة اللي بتوجهيها حضرتك توجهها ايه هي الرسالة والمين بتوجهها؟ اول حاجة اوجه رسالة للشباب. معلش ما تقوليش ان دي شغلانة صعبة ودي شغلانة سهلة. اهالينا زمان كانوا بيفحطوا في الصخر.
عشان يقدروا يعيشوا. يا ابني اشتغل اي حاجه، اهم حاجه معلش ما تمدش ايدك للحرام وتبقى انسان يعني ايه لما اهلك يفتخروا بيك. دي اول حاجه اوجهها. تاني حاجه بقى اوجهها اقول والنبي ادوني ورشه اشتغل فيها بدل ما انا متمرمطه انا وجوزي وعيالي. انا عايزه ورشه، انا ادوني مركز التكوين المهني انا اشتغل فيه، ولا لا عايزينه بالايجار، عايزينه اشتغل بالانتاج، عايزينه بس ادوني مكان اشتغل فيه بس. وانا ببعت رسالتي لرئيس الجمهوريه، يعني انا سمعت عنه او شفت منه حاجات جميله جدا، نفسي ومن عليا يبص لي انا واحده في الخارجه في الوادي الجديد في الخارجه، يعني ايه اشتغلت مهنه الناس كلها، يعني اسال اي حد هنا في الخارجه عارفيني كلهم، سلوى اللي حمت الكهرباء، انا بقالي 14 سنه 15 سنه بالظبط 15 سنه بشتغل المهنه دي. انا عايزه بس حته ورشه صغيره مش كبيره اشتغل فيها انا وجوزي وعيالي بس. وربنا يبارك في فيكم، وربنا يعني ايه انا مش عارفه اقول ايه، بس يعني ايه بنجده ان هو يديني ورشه توفيق ان شاء الله. يا ربنا شكرا لك يا مدام سلوى، شكرا.